النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. استضافت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو المشاركين في برنامج رائد الأعمال التقنية بمشاركة شركة مباشر كابيتال، وركز هذا اللقاء على تزويد الطلاب البحرينيين الشباب بالمهارات اللازمة لبدء رحلاتهم الريادية وفهم طرق الاستثمار والإدارة المالية. هذا وتناول البرنامج أساسيات الأعمال والصحة الأساسية، وقدم للمشاركين قصص نجاح من العالم الحقيقي للتعلم منها. بالإضافة إلى ذلك، أثرت شركة مباشر كابيتال التجربة من خلال مشاركة خبراتها في إدارة الاستثمارات واستراتيجيات التمويل. برنامج رائد العمل التقني الذي ينظمه بحرين تك من رائد العمل نفسه شخصيا الأخ أحمد بهذاع، وبرنامج رائد ومهم جدا في عملية الابتكار وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الشباب البحريني. هو برنامج توعوي عادة يكون يستمر حوالي 5 أيام، في عدد كبير جدا من حلقات النقاش بين رواد الأعمال نفسهم، بين ما هو مطلوب لإعداد خطة عمل، التعرف على البيئة الملائمة أو الإيكو سيستم في مملكة البحرين لتدعيم الابتكار وريادة الأعمال. طبعا ينتج من هذا البرنامج وأفكار مشاريع ابتكارية، ومن ثم إحنا عبر المركز الدولي لريادة الأعمال نقوم بتمكين الشباب بإعداد خطط عملهم وأيضا توصيلهم إلى تشبيك البيئة الملائمة، من الحصول على التمويل ومن ثم الاحتضان كان مرئي أو محتضن مكان. لكن أهمية هذا البرنامج أنه هو ينشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين. يوم كان عندنا محاضرة في رائد الأعمال التقني، تكلمنا فيها عن الوعي الاستثماري ومعرفة السوق العام وخصائص الاستثمار بشكل عام. قدمنا للشباب أنواع الاستثمارات وخصائصها، أنواع المخاطر وكيف إدارتها، تراخيص المقدمة من بنك البحرين المركزي، ونظرة شاملة للاستثمار بشكل عام. احنا المشاركين في شباب تيك بموضوع ريادة الأعمال زارونا مختلف الأساتذة والدكاترة، ومنها الدكتورة أمل الجودر شرحت لنا عن الصحة وأهميته حق ريادة الأعمال. ومن أحد المواضيع اللي تناولناها هو كيف تتعامل مع الضغط النفسي وكيف توظف هذه الطاقة السلبية بحيث تحولها إلى طاقة إيجابية تفيدك في مستقبلك. قال باول كروغمان الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل إن مسألة خفض الفائدة في سبتمبر المقبل حسب ما تتوقع الأسواق لا ينبغي أن تصبح ذات أهمية كبيرة بالنسبة للانتخابات الأمريكية. وأوضح في لقاء مع موقع ياهو فاينانس أن هذا يرجع للتأثير المتأخر للسياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي، موضحا أنه إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار في الوقت الراهن فسوف يظهر تأثيره بعد فترة طويلة من الانتخابات وليس في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وحول هذا الموضوع معي عبر سكايب الدكتور أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في آي ماركتس في مصر. مرحبا بك دكتور، وفي البداية من وجهة نظرك هل هناك علاقة مباشرة بين الانتخابات الأمريكية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة؟ الحقيقة طبعا ان ليس هناك علاقة طردية ما بين الاسواق الامريكية والانتخابات الامريكية وايضا تأثير قرار الفدرال الامريكي، لان هناك فصل ما بين السياسة النقدية وهو يعني اللي بيقوم بها الفدرال الامريكي وما بين الانتخابات الامريكية، وهذا ما اكده ايضا الرئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول في جميع تصريحاته. ودائما كان يتساءل نفس هذا السؤال من الصحفيين، ولكن دائما كان يؤكد ان ليس هناك اي ضغوط من الانتخابات الأمريكية او من السياسة الأمريكية على القرار الفدرالي الأمريكي. ولكن في نفس التوقيت هناك في رأيي الشخصي بالتأكيد تأثير، ولكن هذا التأثير غير مباشر، بمعنى من سيفوز في هذه الانتخابات الأمريكية تأثيره على قرار الفدرالي الأمريكي سنراه ما بعد الانتخابات، بعد حوالي من 3 إلى 6 شهور وفقا يعني البرنامج الانتخابي للفائز في هذه الانتخابات الأمريكية. هل سيقوم يعني القيام بتخفيضات ضريبية أم سيقوم بزيادة للضرائب، وبالتالي هذا سيؤثر على قرارات الفدرالي الأمريكي.
نعم دكتور، ما هي أبرز تأثيرات الانتخابات الأمريكية على الأسواق الأمريكية والدولية؟ بالتأكيد هناك تأثير كبير للانتخابات الأمريكية على قرارات المستثمرين بل على الاقتصاد العالمي بالكامل، وغالبا ما بيكون هذا التأثير في رأيي مقسم لفترات زمنية، وهي قبل الانتخابات بثلاث أشهر وبعد الانتخابات بحوالي 6 أشهر. فغالب في يعني غالبا في جميع الأوقات بيستحوذ على المستثمرين قبل الانتخابات حالة من عدم اليقين والتخبط، وبالتالي بيفضلوا الاتجاه إلى سياسة كاش سكينج، وهي عبر تسهيل محافظهم لحين وضوح الرؤيه من الفائز، هل هو الحزب الديمقراطي او الجمهوري، بعدين بيبداوا بالفعل بناء قراراتهم الاستثماريه من جديد بعد اعلان نتائج الانتخابات. وبدانا بالفعل نرى تراجع سريع لمؤشرات الاسهم الامريكيه، نرى تراجع للناسداك باكثر من 3%، ايضا الاس اند بي، الداو جونز، كل هذا تراجعات خلال اليومين السابقين. وبعدين نرى يعني خلال دائما يعني في تاريخيا ان بعد فوز الانتخابات الامريكيه بنبدا نشوف ارتفاع مره اخرى للاسهم الامريكيه خلال 6 اشهر. ايضا لو راينا ذلك على الذهب، ما هو تاثير دائما يعني بنرى تراجع للذهب في اول 6 اشهر بعد الانتخابات الامريكيه، وده شفناه في انتخابات 2016 كان في تراجعات بحوالي 2.6% للذهب، انتخابات 2020 ايضا كان في تراجعات ب 6.4%، ثم تعاود الارتفاعات مره اخرى للذهب، وده شيء منطقي جدا لان طبعا بيبدا تسييل الذهب ووجوده في او يعني اتجاه المستثمرين لمحافظ اخرى او اسواق اخرى. ايضا بالنسبه للسندات بنحدث غالبا ارتفاع للعوائد، ولكن المره دي الموضوع مختلف شويه، متباين خاصه ان وجود فتره احتماليه اتجاه الفدرالي الامريكي لخفض الفائده اصبحت وارده، وبالتالي سيكون التاثير نعم غير واضح هذه المره لحين وضوح الرؤيه. اما التاثير لو ايضا لمجال الكريبتو، فمتوقع ان احنا نشوف ارتفاعات لمجال الكريبتو والعملات المشفره في حاله فوز الحزب الجمهوري، خاصه يعني هو بيدعم هذا المجال خلال الفتره القادمه. بالتأكيد الدكتور أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر، شكرا جزيلا لك.